أريد فقط منكم كلمة حول الكلاسيكو، ليس لأننا نتحدث عن نهائيات كأس أمم أفريقيا نترك هذه الفرصة تمر دون أن نتحدث عن الكلاسيكو. يكرم المرء ويعان. الكلاسيكو المرتقب يوم الأحد بحول الله في المملكة العربية السعودية. الريال كان قد أدى مباراة تاريخية أمام الأتلتيكو، 5 أهداف مقابل 3، فيما فازت البرسا 2-0 على أوساسونا. نهائي السوبر الإسباني سيلعب يوم الأحد. نعم، بداية من الساعة 8 برشلونة إن هو فاز على ريال مدريد سيصحح الكثير من الأمور التي بدأت منذ الهزيمة في الكلاسيكو في الدوري، والأزمة النفسية التي تمر بها برشلونة. أعتقد برشلونة لو يخسر النهائي أمام الريال في نهائي السوبر هبطوا ديركت ريدو على سيزون برشلونة. لا، لأنه صعب جدا. شفنا برشلونة لما خسر في البطولة بهدفين مقابل هدف، لكن الريال أقوى حاليا من كان سوعا نيويورك. شو كلاسيكو من حيث النتائج، من حيث الأداء، من حيث الحالة النفسية ونفسيا. نعم من كل شيء. لذلك أعتقد برشلونة لو يخسر أمام ريال مدريد مرة أخرى ستكون صدمة صعب تجرعها. أعتقد بأنه موسمه سينتهي تقريبا الآن في شهر جونفي، بينما سيحدث شيء لتشافي اذا خسر. اعتقد بانه لو يخسر الكلاسيكو ما بقاش على دوري ابطال اوروبا، سينتظرون خروجه. لو يخسر الكلاسيكو ويزيد يتقصف دوري ابطال اوروبا ستكون نهايته في برشلونه. امين، الكفه هذه المره تميل باتجاه الريال. من الناحيه النفسيه الريال افضل، من ناحيه المدرب أنشيلوتي افضل من تشافي، من ناحيه اللاعبين ارى بانه الريال يقدم كره اجمل، من ناحيه النتائج الريال افضل. يعني الريال افضل من برشلونه من كل النواحي. اذا خسر الريال هذه المواجهه فستكون ايضا صدمه لانصار الريال. اكيد، ونفس الشيء نفس السيناريو حدث في الموسم الماضي في كاس السوبر. الريال كان احسن على كل المستويات، برشلونه كان سيئا قبل كاس السوبر. ما الذي حدث؟ برشلونه صعق ريال مدريد في مباراه النهائيه بثلاثيه لهدف وباداء احسن بكثير من اداء ريال مدريد. لذلك من الصعب جدا هذا كلاسيكو تندثر فيه الكثير من الفروقات، لا تهم فيه من هو الأحسن ومن هو صاحب المرتبة الأفضل في الدوري. ما يهم هو أنه برشلونة سيواجه ريال مدريد وريال مدريد سيواجه برشلونة. الآن حتى إن أتوا يوم الاثنين وقالوا لك يا محمد برشلونة فاز على ريال مدريد بثلاثية مقابل لا شيء، شيء عادي وطبيعي ويصدقه الإنسان العاقل. برشلونة يملك تشكيلة رائعة محمد، عنده لاعبين في أعلى طراز، خصوصا بعودة بيدري من الإصابة. شاهدنا كيف قدم أداء جيدا في الشوط الثاني لما أقحمه المدرب تشافي كبديل، أعاد التوازن لخط وسط ميدان برشلونة. برشلونة يملك غوندوغان الذي حسب رأيي الشخص وأحسن لاعب إلى غاية الآن في هذا الموسم في صفوف برشلونة، لديه ثبات في المستوى من مباراة لأخرى. ليفاندوفسكي عاد للتسجيل. برشلونة مثل ما قال ميدو يعرف جيدا أن الفوز في الكلاسيكو سيكون الانطلاقة الحقيقية للفريق، لذلك سيرمي بكل ثقة في هذه المباراة، والأحسن في آخر المطاف في 90 دقيقة هو الذي سيحسم هذه المباراة. قاسي السعيد، هل تتوقع نتيجة ثقيلة؟ الكلاسيكو ما يخدع حتى منطق محمد، ولو اليوم الريال يقدم عروض احسن بكثير من برشلونة. الريال متصدر الدوري الاسباني، ولكن برشلونة قادره تولي في هذه المقابله. المقابله اللي شفناهم الاثنين يعني نصف نهائي بين الريال والاتلتيكو، الريال مشى حتى الوقت الاضافي، هل هذا راح ياثر عليه؟ ما نظنش. تبقى مقابلة يعني نارية ما بين الفريقين. إذا البارسا فازت على الريال راح تعطي لها نفس جديد باش تعاود تولي في الدوري الإسباني. إذا خسر كما قال ميدو راح تكون ربما كارثة لبرشلونة. تكلمت محمد أنت من جميع النواحي، خاصة من ناحية مباراة النصف النهائي، وين شفنا فريق أتلتيكو مدريد أحسن من فريق أوساسونا. فريق ريال مدريد لعب أمام خصم اللي عنده مستوى جد رائع، اللي عنده لاعبين يملكون جودة جد عالية على غرار غريزمان. نعم، قدم مباراة جيدة. هذا تقدر يعني يقدر يكون معيار محمد، نشوفوا فريق أوساسونا لم يكن بتلك القوة لكي يفوز على فريق برشلونة. شفنا أوساسونا تائه فوق أرضية الميدان، لم يصنع الكثير من الفرص، لم يكن ذلك الخصم العنيد لبرشلونة. برشلونة فاز بفضل ليفاندوفسكي وين سجل هدف جميل، يعني فك الشفرة يعني تاعه، لأن ليفاندوفسكي
عنده يعني مباريات كثيرة لم يكن ذلك ليفاندوفسكي الذي ينتظره فريق برشلونة، خاصة لاعب يامال لاعب يعني شاب وين سجل هدف ثاني بعد تمريرة يعني من غوندوغان على ما أظن هدف من جوا فيليكس، يعني عمل رائع يعني بالجسر القصير لجوا فيليكس ثم دخل بها يعني اعطاها ليامال على طبق ويسجل الهدف الثاني هو هدف 2-0، يعني كان الحسم بالنسبة لفريق برشلونة. مباراة راح تكون صعبة، كلاسيكو دائما محمد يتلعب على جزئيات، نعم. يتلعب في ضغط رهيب لأن الكتاب مفتوح بالنسبة للفريقين، الكل يعرف يعني مدى قوة برشلونة ومدى قوة ريال مدريد، وفي الآونة الحالية نشوف بلي فريق ريال مدريد عنده أفضلية في البداية. ميدو هل بدأت تحضر نفسك للخسارة؟ تعم تعم برشلونة كلاسيكو؟ نعم كل شيء ممكن، لكن ما أردت أن أقوله برشلونة لم يفز بفضل ليفاندوفسكي، 90-10 فاز بفضل، قلش 50-50، بعض يقول 90-50 الماتش يبدأ 0-0 لما يصفر الحاكم مارتينيز مونويرا بداية المباراة ستنطلق بصفر مقابل صفر، لكن فريق موجود في على عليين وفريق موجود في أسفل السافلين. كلاسيكو قال لك لا يحتكم لأي منطق، يعني لا تحضر نفسك للخسارة عادي. لا خسر برشلونة، هل هي المرة الأولى في تاريخه يخسر ضد ريال مدريد؟ لا. وإن خسر ريال مدريد هل هي المرة الأولى؟ لا. أعتقد بأنه لكن هي فرصة ذهبية لتشافي من أجل رفع أسهمه والبقاء لمدة أطول. تشافي فاز للمرة الأولى بفارق هدفين منذ 23 مباراة، ماذا تنتظر أكثر من هذا الشيء؟ برشلونة الريال هو المرشح، المباراة تنطلق بصفر لصفر 50-50، لكن لما تشوف ريال مدريد الغزارة والعطاء البدني اللي كان ضد أتلتيكو مدريد يعني شيء لا يتحمله. ربما تلك المباراة أرهقت عناصر الريال ولن يدخلوا بقوة من برشلونة. ما نظنش، نتحدث على أعلى مستوى من حيث الإعداد البدني ومن حيث الاسترجاع. ثلاث أيام كاملة للعب النهائي من حيث فراء التعداد. لا وشفنا دخول إبراهيم دياز كان قلب المباراة كلها تماما مثل ما دخل توني كروس. نعم وفينيسيوس مرة أخرى منذ عودته أصبح عالة على ريال مدريد. شفنا ريال مدريد بلا فينيسيوس يلعب أفضل من آخر مباراتين يلعبهم بفيني. رودريجو أجاليو صار أفضل، ورودريجو رفقة خوسيلو كانوا أفضل. فينيسيوس ما بقاش يروح وقع في ريال مدريد مقارنة بعودة فينيسيوس من الإصابة. فينيسيوس لو لاحظت يميدو أصبح يحاول تغيير طريقة لعبه حتى يلمس الكثير من الكرات في خطة 4-4-2، لا يذهب مباشرة نحو المدافعين وهذا ما يحبذه فينيسيوس، تأثر كثيرا بتغيير الخطة إلى 4-4-2. نعم نختم بالمنتخب الوطني الجزائري اليوم، اللاعبون أجروا حصة تدريبية في المساء وجولة صباحية من أجل الاسترخاء أكثر وتحضير جيدا في ظروف هادئة للمباراة الأولى أمام أنغولا. إذن كما تشاهدون هذه صور من الحصة التدريبية، نريد أيضا صور من الجولة الصباحية ثم نمر إلى بيان الفاف ووصول وليد صادي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم إلى كوت ديفوار من أجل حضور حفل افتتاح الكان غدا بحول الله بدعوة من رئيس الكاف الجنوب أفريقي موتسيبي.